في موسم الأوطان تحلو الألحان حباً لهذا السودان، هذا السودان الذي يجمعنا بكل التفاصيل السمحة والعادات والتقاليد، اللهجات والسحنات والأماكن الجميلة التي يقبع فيها كل السودانيين احتفالاً واحتفالاً بهذه الذكرى المجيدة من الاستقلال. أهلاً ومرحب بكم مرة ثانية، وسعيدة جداً جداً أنه يكون معي في هذه المرة السيد وليد مصطفى، باحث في الأغنية السودانية ودور الأغنية الوطنية في الاستقلال، ويعني إدخال الأغنيات الوطنية في الاستقلال والأغاني الحماسية يمكن هي بتدي دافع كبير جداً لحب الأوطان، للاهتمام بالأوطان، حتى بتدخل في التربية الوطنية. سعيدة بك وبقول لك مساء الخير وعام سعيد عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا الأسعد أطيل عبر هذه الغناء الفتية نتحدث في يعني موضوع مهم جداً اللي هو الأغنية الوطنية والأغنية السودانية عموماً. أنا سعيد بذلك يعني. أهلاً بك. يمكن إحنا في البداية طوالي هندخل في هذه التفاصيل العامة لحياة الناس في مرحلة ما قبل الاستقلال وأغنية عزة في هواك، يمكن استمعنا إليها قبل قليل. هندخل في التفاصيل ما قبل الاستقلال. طب ده كلام جميل. أول نتفق يا منى إن الأغنية السودانية تدعو إلى مكارم الأخلاق، يا سلام، إلى الشجاعة، نعم، إلى الكرم، وتنبذ العادات الضارة وتدعو إلى العفة وإلى الجمال، ده مهم جدا، وهي توثق للحياة السودانية. الآن نحن بصدد الاستقلال ونتحدث عن الاستقلال، نجد إنه الأغنية السودانية نفسها وثقت ما قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، وده كلام جميل جدا. وانت ذكرت قبل قليل وقلت انه الحديث ما قبل الاستقلال، وده كلام طيب وده كلام جميل جدا. طيب انا دائما قاعد اقول شنو يا جماعه، بقول دائما انه الابداع بيجي بعد الصدمات العنيفه، فنحن دائما الابداع جه بعد كرري. طبعا قبل كرري الابداع كان موجود، لكن صدمه كرري كانت كبيره جدا، ونحن قاعدين نقول نحن اولاد كتله او نحن اولاد شهداء، فبالتالي انه بعد كرري حصل تحول كبير جدا جدا في الحياه السودانيه وفي الابداع السوداني، لانه كان في نقله كبيره جدا جدا، لانه المستعمر لما جه دخل البلد السلاح ما كان متكافي، فكان لابد من وسائل اخرى متعدده. ما هي هذه الوسائل الاخرى المتعدده؟ هي الادب، هي النشيد، هي الاغنيه، هي حراك المجتمع ككل مع بعض انه عشان يجابه المستعمر، وقد كان ذلك. نعم، كان يعني المجابهة للمستعمر، الوقوف يعني تجاه المستعمر من أجل تحقيق هذا ونيل هذا الاستقلال. يعني الدور الذي تلعبه الأغنية الوطنية هو دور كبير جدا، دور ما سهل فيه تعزيز، فيه ثقة، فيه كرم، فيه يعني زي ما بيقولوا إلهام للوطنية، الحماسة، حب السودان. يعني وفي كثير من الأغنيات يعني تغنوا بها عدد من الفنانين موجودة في الساحة الغنائية، وكان فيها إلهام حقيقي لحب الأوطان. نعم صحيح، وده كلام مهم جدا. طيب نحن دايرين نقول شنو؟ طبعا جو كثير من الناس صنفوا الأغنية اللي هي الأغنية السودانية، يعني أنا يعني أغنية أرض الحبيب مثلا. نعم صحيح، هاي حنجيها، لكن شنو؟ الناس قامت صنفت الأغنية نفسها وطنية، عاطفية، وهكذا يعني. لكن أنا عندي الأغنية السودانية هي أغنية، لأنه ممكن تكون في أغنية عاطفية تديك دافع للإنتاج، صحيح، تحركك نحو الإنتاج، صحيح، تحرك الوجدان بتاعك، بالتالي بتكون شنو برضو تندرج ضمن الأغاني الوطنية. لكن إحنا زادين نتحدث وندرج المسألة ما قبل الاستغلال. طبعا أكيد في حراك، أنا كبير ذكرت قلت الناس بدأت تتحرك. طيب الحراك ده تم كيف؟ نحن عندنا أغاني اسمها أغاني الوعي، وده مهم جدا. طيب سمينا أغاني الوعي ليه؟ لأنه أصلا الأغنية السودانية الحديثة بدأت في 1919. نعم صحيح، الغنى قبل ذلك كان موجود، لكن الغنى اللي كان موجود كان غنى تقليدي اللي هو غنى الشجاعة والكرم، تلقى مثلا بنت تكتب في أبوها، تكتب في أخوها، تكتب في المجتمع وهكذا. لكن الغنى الحديث الهسي نعم وأسس حب الأوطان وغير ذلك، هو ده طبعا بدأ في 1919، ودي قصة براسي ده ما وقتها. لكن احنا نقول شنو؟ نقول إنه أغاني الوعي دي نفسها، لأنه الأغاني العاطفية والأغاني أصلا كانت موجودة. الأديب السوداني حسب إنه الأغاني تلهي الناس، صح؟ الأغنية السودانية أنا أقول لك يعني فيها الطرب وفيها الترف وهكذا، لكن فيها المعاني وفيها الوعي، فبالتالي ظهرت أغنية اسمها أغنية الوعي، وده مهم جدا جدا. يعني مثلا أديك مثال، في الفؤاد ترعاه العناية مثلا، دي من أغاني الوعي. نحن مع القومية النبيلة ونحن ضد عصبت القبيلة، يا أخي ده ملف كامل، ده ملف كامل للقبلية وللتعايش في السودان وللوحدة الوطنية وهكذا، ده جسدته أغنية.
جاب عداد منو عبيد عبد النور. وبالمناسبة يا منى عبيد عبد النور ده أول مذيع قال هنا مدرمان ده كتب يا مطفاير قود الرسن واهت في فليحيا الوطن صحيح. فشوفي دي أغاني كانت للوعي. بعد ذلك جاء خضر حمد السياسي المعروف كتب إلى العلا. وبالمناسبة خضر حمد هو واحد من أعضاء مجلس السيادة الأول. فبالتالي أغاني الوعي كانت مهمة جدا جدا في مسيرة الأغنية السودانية. وده تمهيد كان لشنو؟ لأنه بعد ذلك بيجيك الأغاني في الاستغلال وبعد الاستغلال وأغاني والأغاني الوطنية والأغاني الثورية وهكذا بمسميات مختلفة. لكن دي أغاني وعي هي وضعت اللبنة الأساسية للاستغلال في السودان. وهي كانت ملهمة لحب الأوطان. وأنا تحدثت عن أرض الحبيب، أنا ما أعرف هي هل جاهزة في الكمبيوتر، هنستمع لها ولا هنواصل حوارنا؟ هنستمع لهذه الأغنية الملهمة في حب الأوطان والحماس أيضا. من بعد هذه الأغنية نعود من جديد. Thank you.
حبيبي حسنيك ليا لا شفته قريب قريب حسنيك ليا لا شفته قريب قريب شفته في نور الصباح شفته في نور الصباح شفت والغيت في الوشاة لا يا للعبد القلوب شفت في لهو المبا شفت في لهو المبا شفت في شط شط مشاهدينا. ويعني دائما الأغنيات الوطنية اللي فيها رمزية لحواء أو للمرأة بتكون أقرب وأجمل وبيكون فيها إحساس عالي جدا وفيها إلهام كبير جدا لحب الأوطان. ويمكن الكلام ده بخلينا أفتح محور مهم جدا في حلقة اليوم، دور المرأة السودانية في الاستغلال. ويعني ربما إنه إذا تحدثت عن الفنانين مثلا حواء الطقطاقة، أول ما توشحت بارتداء الثوب السوداني في زي علم. نعم كلام جميل. نعم المهم في المسألة دي كلها أسئل أغنية دي أغاني وطنية في قالب عاطفي.
يغني المغني وكلنا على هواه. يعني هذه الأغنية دي طبعا للشاعر الكبير الراحل مبارك المغربي، نعم، وهو الرئيس الأسبق لاتحاد شعراء الأغنية السودانية، عمل أغنيتين في قالب عاطفي ووجدت يعني استحسان كبير جدا جدا. صحيح. والشارع كله بردد هذه الأغاني، حتى في بيوت الأفراح يعني تردد هذه الأغاني. صحيح. أرض الحبيب دي كتبه هو خارج السودان، وبالتحديد كان في بريطانيا، قال إيه بحر الشمال وانت النيل حداد، في حسن الهلال وفي سحر الهلاك. يا سلام. فده كلام جميل، انه دي اغنيه في قالب عاطفي، ومبارك المغربي نفسه كتب حاجه اسمها حب القديم، اللي هي ما هويتك لخصال وانت اسمى الناس خصال. هذه برضو هذه الاغنيه في قالب عاطفي جميل جدا جدا، ويعني فيها حس وطني عالي جدا جدا، بحس فيها الشباب على العمل، يا شباب ليه نقف نعاين وطريقنا باين وهكذا. هذه الاغاني الجات في القالب العاطفي وجدت استحسان كبير، والشارع كان بيرددها، كانت ملهمه جدا. ملهمه جدا، نعم صحيح. وانت ذكرت قبل قليل عن دور المراه في الحراك، في الاستغلال والحراك الوطني نفسه. صحيح، هناك رموز وطنيه كبيره جدا جدا من النساء شاركت. وبعد ذاك انا قاعد اقول لهم يا جماعه، النساء في سماع الاغنيه السودانيه اللي هي الاغنيه الوطنيه، انت قبل شويه ذكرت حواء الطقطاقه، وهي اسمها حواء حسب جاه الرسول. فحواء جاه الرسول دي نفسها حتى اسمها ذاته الطقطاقه دي ما اسمنا نحن ولا ادينا نحن، ده المستعمر اللي ادى اللقب ده، لانه كانت كثيره الحراك في المظاهرات، والمستعمر كان في اي مظاهرات اي حراك كان بيجي حواء جاه الرسول موجوده، فاطلق عليها الطقطاقه بالطقطقي، وهكذا الى ان صار اسمها الطقطاقه. وكثير من اخوات حواء وكثير من شاركوا وحسوا على الاستغلال، وان الناس تنال الاستغلال، والاستغلال اصلا جاء بكل شرائح المجتمع، وطبعا اكيد النساء هم شغائر الرجال يعني. صحيح. ويعني ايضا الاغنيات المرتبطه بالتعبئه الجماهير بالهام الحماسه، الاغنيات ايضا بتحث على الوعي، يعني صحيح. انا اقدم الوعي في قالب بتاع اغنيه او كلمات ملحنه واقدمه للجماهير، يكون في وعي ويكون في تعبئه كبيره جدا. مثلا وطن الجدود يعني مثلا، نعم، هي واحده من الاغنيات اللي كانت عندها دور كبير جدا وملهم جدا في التعبئه وفي الوعي وفي الرساله الممكن الوطنيه اللي تقدم للمواطنين. ده سؤال جميل. انا قاعد اقول دائما يا جماعه، حادي الاغنيه الوطنيه او حادي اغنيه الوعي هو عثمان الشفيع. صحيح، كثير من الفنانين غنوا عشان ما نظلمهم يعني، لكن عثمان الشفيع لما ظهرت أغنية المؤتمر اللي هي إلى العلا، أنا ذكرت قلتها هي للشاعر خضر حمد، هي أصلا ما كانت مختارة للمؤتمر، لكن قدمت خمسة أغاني أو خمسة قصائد عشان تعبر عن المؤتمر، فتم اختيار أغنية خلاف إلى العلا. لكن الموسيقار والملحن العالمي اسماعيل عبد المعين، وانا قاعد اقول عالمي ليه؟ لانه معروف انه المارش بتاع المارنيز الامريكي الان هو من صنع اسماعيل عبد المعين، انا بالتالي بقول اسماعيل عبد المعين هو ملحن عالمي، فقام لحن الى العلا وهي اللجنه ما اختارتها اصلا، وغناه عثمان الشفيع. عثمان الشفيع بدا يغني فيها في المنتديات، في الاحتفالات، في الملمات الكبيره، فلما غنى هذه الاغنيه في هذه الملمات الشعب السوداني اتفاعل مع هذه الأغنية، نعم، وفرض، يعني أنا قاعد أقول لهم يا الأذن السودانية أو أذن المستمع السوداني، فرضت كثير من الأغاني هي تكون يعني بدون لجان نصوص، بدون لجان الحان، فبالتالي أصبحت إلى العلا هي واحدة من أغاني المؤتمر. وكان دائما عثمان الشفيع هو بيحكي بنفسه، قال أنا كل ما أغني هذه الأغنية في محفل طوال اقتادوني إلى شنو؟ إلى السجون وإلى حراسات المستعمر. فدي واحدة بتغوضنا طوال، الأغنية أنت ذكرتها قبل قليل اللي هي وطن الجدود، اللي هي من كلمات ود الغرشي وغناء عثمان الشفيع نفسه. هذه الأغنية عندها قصة، الأغنية دي ظهرت قبل الاستغلال، وهي طبعا برضو من أغاني الوعي. نعم. عثمان الشفيع جاب هذه الأغنية للإذاعة، ووقتها الإذاعة لسه مسيطر عليها المستعمر، ولكن على رأسها مدير وطني، فجاب هذه الأغنية في الإذاعة القديمة، أنا أقول القديمة يا جماعة، الإذاعة طبعا للجيل ده مرت بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى كانت في حي البسطة، المرحلة الثانية كانت في الهاشماب، والمرحلة الثالثة في مغرها الحالي ده اللي هو سنة 1957. الأغنية دي جابوها في المرحلة الثانية اللي هي في شنو؟ في الهاشماب في أم درمان. فعرضوا هذه جاب القصيدة عثمان الشفيع، واعتذر له المدير آنذاك، إنه يعني اعتذر اعتذار لطيف يعني، لكن طبعا المساله كان كلها خوف من المستعمر، ما بيقبل هذه الاغنيه تبث عبر الاذاعه السودانيه. صحيح. فقام طوالي هنا، نعم، كان موجود في المنضده دكتور عبد الله الطيب، حضر النقاش،
استلم القصيدة وقراها، فقام قال للمدير يا أخي القصيدة دي جميلة جدا من حيث اللغة وهكذا وكذا، وأنت تعلمي تماما إنه دكتور عبد الله الطيب لا يرفض له طلب. صحيح. فطواله أجيزت عن طريق البروف عبد الله الطيب، وتغنت هذه الأغنية الجميلة، وإلى الآن الناس بغنوا فيها كأغنية وطنية جميلة جدا. صحيح. وقد كانت وطن الجدود نفديك بالأرواح جود. حنتابع هذه الأغنية ونعود. وتقدير لقرار الموسيقى بجامعة السودان، وتحية لكل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الحلقة، ودور الأغنية الوطنية في الاستغلال، ويعني حديث كبير جدا مع الأستاذ وليد موجود معنا باحث في الأغنية الوطنية. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية، وحنذهب مباشرة ليكون كلها يعني أغنيات تدعو إلى الحماسة وحب الأوطان وغيرها. حنذهب مباشرة إلى أغنيات ما بعد الاستغلال. طيب ده جميل، لكن لو سمحت لي أعلق على الأغنية دي. تفضل. طبعا دي جدودنا زمان وصونا على الوطن، وديك وطن الجدود، كلها طبعا أغاني وطنية مهمة جدا، كلها فيها وعي. نعم صحيح. نعم. لكن ده رقيف عند الأغنية دي لأنه بفتكر أن الأغنية دي شاعرة مظلوم. مظلوم شديد جدا. ليه؟ لأنه هذه الأغنية شاعرة اسمه موسى حسن.
فكثير من الشباب ديل بيعرفوا الاغنيه دي لكن ما بيعرفوا الشاعر. وانا قاعد اقول يا جماعه دائما في اغاني مشهوره اكثر من شاعره، ودي واحده من الاغاني المشهوره اكثر من شاعره. وموسى حسن يعني كتب للشرطه السودانيه وكتب للمزارع وكتب اغاني عاطفيه، يعني عنده اغنيه اسمها حبيب قول لي يا راجع، اللي يبغى الناس معي الحسب الدايم، ويا السمحه طيبي قعبك برضو غنوها مرغني المامون واحمد حسن جمعه. فبالتالي ما احنا عندنا شعراء لازم نديهم حقهم يعني. وهذه الاغنيه الان بقت واحده من الديباجات المهمه جدا في تاريخ الوطن يعني، لان فيها وصيه مهمه جدا جدا. الجدود زمان بوصلوا الشباب الان، بوصلوا شباب المستقبل الان يحافظوا على الوطن، وده مهم جدا جدا. وانا قاعد اقول يا جماعه دائما انه الاغنيه دي، الاغنيه السودانيه دي يا جماعه عباره عن موعظه، عباره عن وجدان غايم بذاته. وانا قاعد اقول يا جماعه عندنا الاغنيه السودانيه دي يعني ما عندها جنسيه ولا عندها جواز، انما جوازها هو الوجدان السوداني. والدليل على كلامك اغنيات لشعراء غير سودانيين، اغنيات وطنيه. نعم. لشعراء غير سودانيين. نعم، والله ده برضه سؤال مهم جدا. دي هنا بتحكي لك عبقريه الملحن السوداني. انا قاعد اقول يا جماعه اغنيات وطنيه لشعراء عرب مثلا، دي بتحكي لك روعه الملحن السوداني واختدار الملحن السوداني. طيب ليه؟ مثلا نمسك يا وطن يا بلد احبابي، هذه الاغنيه جميله جدا جدا، هي لشاعر مصري اسمه ابراهيم رجب. والناس كانوا من داشين لانه بيقول فيك يا الخرطوم يا فيك اللي عندي جمالك وهكذا. في ناس كتار بيفتكروا ان الاغنيه لشاعر سوداني، لكن لا، دي عبقريه الملحن السوداني اختار هذه الكلمات الجميلة للشاعر المصري إبراهيم رجب وتمت الحينة ويتغنت. نمسك برضو أغنية أمة الأمجاد، أمتي يا أمة الأمجاد والماضي العريغي، هذه الأغنية للشاعر المصري مصطفى عبد الرحمن. أيوة. وده مهم جدا. وأنا قاعد أقول يا جماعة دائما في الإعلام السوداني بيخلطوا ما بين الشاعر مصطفى عبد الرحمن ومصطفى عبد الرحيم. مصطفى عبد الرحيم شاعر سوداني معروف، كتب تذكار عزيز لابراهيم عوض، وكتب هوج الرياح لاحمد الجابري، وغرام الروح لزيدان ابراهيم. اما مصطفى عبد الرحمن شاعر مصري كتب امه الامجاد، وكتب هذه الصخره للعاقب محمد حسن. وده مهم جدا جدا. وزي وطن النجوم لإيليا ابو ماضي غناه احمد المصطفى. صحيح. فدي اغاني وطنيه لشعراء غير سودانيين لحن الملحن السوداني. زي ما ذكرت قلت دي عبقريه. ليه عبقريه؟ لانه امه الامجاد في الوطن العربي كله اول من تغنى بها تغنوا بها السودان، اهل السودان، بعد ذاك تغنوا بها السوريين. يعني احنا سبقنا كل الوطن العربي في هذه الاغنيه التربويه الكبيره جدا جدا، امتي يا امه الامجاد والماضي العريق، لانها يعني تصلح لكل الوطن العربي. صحيح. وتصلح لكل وطن يعني. بالتالي هي يعني عبقريه الملحن السوداني. صحيح، عبقريه الملحن. وما ننسى برضه المؤدين لهذه الاغنيه، يعني انا بفتكر انه حتى جمال هذه الاغنيه اذا ظهر في اللحن يظهر في الاداء كذلك. يا وطني يا بلد احبابي، هنستمع لها مشاهدينا الكرام ونعود نكمل الحوار اليوم. نينا شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني. يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي وجودي خليك يا بتذكر فيك عهد الصبايا على شاطئ وحبيبي الزاهر معي، وحبيبي الزاهر معي أزمن وجميل. Yeah.
سبب قلبك يا وطني بروح افديك يا وطني بفخر بيك يا وطني بروح افديك يا وطني انا بفخر بيك يا وطني بروح افديك يا وطني في وجودي دريت غيابي في وجودي احبك غيابي يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي ميلوني أين أكون يا زي الأحلام حقيقة لأنها أجمل الأيام اللي إحنا اليوم يعيد فيها تاريخ نفسه ونحتفل جميعا بهذه الذكرى المجيدة لأعياد الاستغلال الرحمة والمغفرة يعني للفنان سيد خليفة وتحية لهذا الأداء المختلف لابن هذا الفنان العظيم. تحية لكل مشاهدينا ولضيفي أيضا. والأغنيات ما بعد الاستغلال أكيد عندها يعني طابع مختلف وأكيد عندها جمال ولونية مختلفة. صحيح، هذا كلام صحيح جدا، لأن المناسبة عظيمة والمناسبة كانت كبيرة جدا. صحيح. جدا صحيح. طيب أصلا حصل شنو في 19 ديسمبر 1955؟ وده طبعا إعلان الاستغلال من داخل البرلمان قبله بأربع أيام. جبنا ذكرت قلت عضو مجلس السيادة خضر حمد اللي هو كتب إلى العلا. خضر حمد قبل أربع أيام نادى الفنان أحمد المصطفى يتكلم معه، قال ليه دارز عليك سر إنه نحن بعد أربع أيام حنعلن الاستغلال من داخل البرلمان. وشوفي ده سيرة ده لأحمد المصطفى، ده بيحكي لك عن دور وأهمية الفن في الحياة السودانية. فقال لهم يا أخي أنتوا لازم تشاركوا في اليوم ده بأغنية. فما كان من أحمد المصطفى إلا اتصل على شاعر اسمه علي حامد البدوي. علي حامد البدوي ده هو ده اللي نحن مسمينه مبدعي البريد والبرق. دي مجموعة البريد والبرق اللي هي فيها كثير من الشعراء والفنانين والملحنين، يمكن ده ما وقت عشان نقوم نذكرهم كلهم. فقام كتب لهم أغنية اسمها لي غرام وأماني في سموك ومجدك عشت يا سوداني. لكن عشان ما نظلم الآخرين، الشاعر الكبير إسماعيل خورشيد برضو طلع قصيدة أولى للاستغلال بتتكلم عن الحرية وعن الاستغلال، وبرضو تمت بسها في يوم الاستغلال عشان ندي الناس حقها. فدي الأغاني الأولى الظهر عقب شنو إعلان الاستغلال من داخل
البرلمان. فدي يعني ده إلهام كبير جدا، اللي هي مناسبة كبيرة جدا جدا. يعني بعد ذلك الشعراء كتبوا، الأدباء كتبوا، وهكذا. نعم، وكانت أغنيات جميلة جدا، وإلى الآن هي يعني محفورة في الأذهان وتردد إلى الآن، ظلت خالدة موجودة. يعني تتجايلها الأجيال وتتوارثها الأجيال بكل فخر وبكل اعتزاز. بهذه الذكرى، عشان ما ننسى كمان يا منى الأغنية الكبيرة اليوم نرفع رأس استغلالنا دي للشاعر عبد الواحد عبد الله. وعبد الواحد عبد الله هو المدير الأسبق للإذاعة السودانية، وعنده طبعا برضو أغاني عاطفية كثيرة جدا، لكن طبعا اشتهر بدي وكتبه هو طالب في جامعة الخرطوم. نعم، ونحن قاعدين نسمي ديل هم شعراء جامعة الخرطوم، برضو سلسلة طويلة زي ما قبل ذكرنا البريد والبر. أيضا جامعة الخرطوم عندها كثير من الشعراء، وبرضو الوقت ما بيسمح لنا نقوم نذكرهم كلهم ونتحدث عن شعراء جامعة الخرطوم، ولكن التحية لجامعة الخرطوم العريقة، لأن جامعة الخرطوم هي كانت النبراس الحقيقي للحركة السياسية والحركة الوطنية في السودان. الأغنية الوطنية، الأغنية الثورية، الأغنية الرمزية، دي كلها يمكن أغاني بتتحدث عن السودان، تتحدث عن جمال وأهل السودان، ولكن هنالك فروقات بين هذه المدلولات لهذه الأغاني. ده كلام جميل برضو. طيب الناس ما ذكرنا الأغنية الوطنية، وفي ناس بدوا شكين قالوا أغنية وطنية ونشيد، لأنه النشيد الوطني لأنه مصحوب المارشات. صحيح، يعني اللحن بتاعه زي المارشات العسكريه دي. صحيح، ده بقول لنا نشيد ودي بقول لها الاغنيه الوطنيه. لكن طبعا انا زي ما ذكرت قلت يا جماعه عندي الاغنيه دي هي اغنيه اذا كانت وطنيه عاطفيه وخلافه، لان اغنيه سودانيه كتبت لكل الحقب وكتبت لكل المجالات في السودان، كتبت للصحه وللتعليم، وشجعت المراه على التعليم، يا العالي تعليمك انا من مظالمك، وهكذا يا سواق ليه شلته من البيت لمدرسته. دي كلها أغاني كانت يعني تمجد تعليم المرأة. لكن نحن نجي ونشوف الأغاني، أغاني الثورية. طيب أصلاً السودان ده معروف في من ثورة 24، يعني ثورة 24 نفسها كانت يعني فيها أدباء كبار جداً وشعراء كبار جداً كتبوا للوطن. نعم، كتبوا للوطن. طيب نجي نشوف الحصل شنو. أصلاً في السودان في ثلاثة ثورات دي معروفة غير ثورة 24، اللي هي الانتفاضة بتاعة 64 اللي هي أكتوبر 64، بعد ذلك جاءت الانتفاضة 85، بعد ذلك جاءت 19 ديسمبر 2019. صحيح، دي ثلاثة ثورات كانت كبيرة جداً في تاريخ السودان الحديث. صحيح، فثورة أكتوبر وجدت ما وجدت من الأناشيد الثورية، يعني على رأسها مثلاً الملحمة اللي هي مع هاشم صديق ومحمد الأمين. وطبعا هذه الأغنية اسمها قصة الثورة، لكن الناس بيقولوا هي بسمينا الملحمة، لأن الملحمة كانت كبيرة جدا، وحتى شاركوا فيها عدد كبير من الفنانين بيحكوا عن الوحدة الوطنية في السودان، لأن فيها عثمان مصطفى، فيها محمد الأمين، فيها بهاء الدين أبو شلة، فيها يعني فيها مجموعة، فيها خليل إسماعيل، وفيها كثير كثير من شنو من الفنانين شاركوا في هذه الملحمة الكبيرة جدا جدا. وما هنا لا ننسى دور موسى إبراهيم اللي هو وزع هذا العمل. لكن أنا وقفت عن حاجة مهمة جدا جدا في هذا العمل الكبير. طبعا هذا العمل تم تسجيله في المسرح القومي على مرتين، وطبعا يا معه هن الموسيقيين ده بيقول لك ضربت هذه الأغنية على مرتين، ضربت يعني اتعزفت. فما ما تم تسجيل رسمي في الإذاعة، لكن تم تسجيله في المسرح القومي على دفعتين. طيب أنا وقفت عن حاجة مهمة جدا، الكورس اللي هي الكورس والكورال الشارك في هذه الملحمة الكبيرة، لو لاحظت أصوات البنات وأصوات الأولاد ظاهرة جدا، لكن فيها تفرد عجيب جدا. يعني اللي بيسمع الغنى ده أو اللي بيسمع الكورس بيقول ده المحترفين أو جايبينهم من محد الموسيقى كده، يعني محد الموسيقى وهكذا. لكن ها البنات ديل جابوهم من مدرسة اسمها الملك في مدرمان، هي جوار الإذاعة السودانية، اختاروا البنات ديل وجابوهم. الأولاد ديل اختاروهم من مدرسة اسمها بنت عنجة، بنت عنجة اللي هي مدرسة المؤتمر في أم درمان. نعم، طبعا كان زمان اسمها بنت عنجة، بعد ذلك تيمنا بمؤتمر الخيريين سموها المؤتمر. فبالتالي ده الكورس كان رفع من شان هذه الملحمة الكبيرة جدا جدا، والأداء كان رائع جدا جدا في هذه الملحمة. يا سلام، وإحنا يعني نتحدث عن الروعة دي وعن الجمال ده، نتحدث أيضا بعد ذلك عن التغيير الكبير الذي طرأ لمدن وولايات السودان بعد الاستغلال والاستبشار وإحساس الاستغلال. طبعا هو إحساس جميل، يعني إحساس فيه فقر وفيه عزة، فيه رفع راية، فيه يعني إحساس بالمسؤولية تجاه الأوطان بصورة أكبر. خلينا نتحدث عن أول مدينة تم سودنتها بعد الاستغلال. طبعا ده كلام جميل جدا جدا. أول شيء السودانة دي، وده مهم، ده سؤال والله مهم جدا جدا. أول حاجة أنا أقول أول مؤسسة مدنية
تم السودنته هو الاتحاد العام لكرة القدم، وده كلام مهم جدا جدا. يعني ناس هنا في الاتحاد العام لكرة القدم مهتمين بكرة القدم في السودان، ديل أول ناس تم السودنتهم. فبالتالي هنا دي مسألة مهمة جدا جدا، كرة القدم دي عندها شان كبير، والمستعمر عرف إنه حب أهل السودان لكرة القدم، فبالتالي أدى لهم من قبل الاستغلال، قال لهم سودان لهم قبل الاستغلال. أما إذا تحدثنا عن مدن في السودان، أدار الله يقف عند حتة مهمة جدا، ذكرت مدن. يا جماعة نحن عندنا مشكلة كبيرة جدا، نحن أصلا عندنا مدن في السودان على النسق الصناعي وعلى النسق التجاري وعلى النسق النهري وعلى النسق البحري، دي كلها مدن يعني تمت إنشاء على هذا النسق. لكن بعد ذلك تم إنشاء مدن كثيرة جدا جدا، لكن للأسف الشديد هي مدن سكانية، وده طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. يعني إحنا يمكن من ما خرج المستعمر وإلى الآن تقريبا ما صنعنا مدن سودانية بنسق صناعي بنسق تجاري بنسق زراعي، إلا تلك المدن أصلا كانت موجودة، مشروع الجزيرة مدني، تمشي سلام. البحر هناك، البحر الأحمر عندك بورسودان، تجي كوست النقل النهري وتمشي الأبيض، طبعا سوق محاصيل كبير جدا، تمشي القضاري برضو مدينة زراعية كبيرة وهكذا. لكن إحنا جماعة دارين نصنع مدن بعد الاستغلال تهتم بهذا الشأن، يعني شأن الصناعي، شأن الإنتاج وهكذا، يعني ما تبقى مدن كلها سكنية، يعني لازم يكون في مدن يعني تهتم بالمسائل الصناعية الكبيرة الضخمة، زي ما في كثير من العالم هسه في مدن على نسق صناعي كبير جدا وهكذا. صحيح. يعني نعم كده انت ذاتك بتنفع البلاد، بترفع الميزانية بتاعت البلاد، نعم صحيح، بتكون في يعني اعمال متوفرة منتجة، ما حتكون في ايدي عاملة فائضة. صحيح يعني صحيح. فائضة ده اكيد. مع شكتك لجمالك انت آية من الجمال، أو هويتك لخصالك وإنت أسمى ناس خصال. يا سلام، ده كلام جميل. الراحل المقيم في القلوب صراحة من البادية. عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. ما عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال. او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال، الفؤاد دائما بنادي في الاضطراب وفي التعالي، الفؤاد دائما بنادي في الاضطراب وفي التعالي. ليك ليك لأنك من بلادي، عشقتك لجمالك انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت اسمى الناس خصال، او لروحك لجلالك انت هالة من الجلال. الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابي وفي ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي.
كم من النيل صباه من جمال النيل بهاه شلت من النيل صباه من جمال النيل بهاه شلت من النيل صباه ومن جمال النيل بهاه ومن مناظر الزغر صفحة ومن رهاد البرد لوحة ومن نخيل الباوق طرحة ومن تلود السمح نفحة الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك الطبيعة حنت عليك خلدت بصماتها فيك وليك ليك غرد كل أشيادي الأغنيات الوطنية يعني ما عشتك لجمالك واحدة من الأغنيات اللي فيها رمزية كبيرة تحدثنا عن الفروقات بين الأغنيات الثورية الوطنية الرمزية أنا بفتكر إنه دي واحدة من الأغنيات اللي فيها رمزية كبيرة جدا بل عرضنا عليها قلنا دي من الأغاني في القالب العاطفي وده مهم جدا لأنه جماعة أنا قاعد أقول شنو الإنسان لما جواه فيه غاء أنت لما تحرك الإغاء ده في الإنسان بتتحرك اشياء كثيره جدا عشان كده نحن ما نتكلم عن التربيه الوطنيه وانه الشباب والنشيد يتربوا كيف على التربيه الوطنيه وهكذا صحيح في حصص في المدرسه في مواعظ في اشياء كثيره جدا ممكن تؤدي هذا الغرض لكن اللحن بيؤدي بطريقه اكبر وافضل ليه لانه اسي لاحظي بس في الحراك الثوري في المظاهرات بتجدي انه الهتافات الفعل ايقاع هي اللي بتلقيها انه شنو دي السايده ودي الناس بيحبوها وهكذا عشان كده الانسان ده ايقاع وانا بقول دائما يا مع الايقاع ده مهم جدا جدا في الاغنيه وفي التربيه الوطنيه نفسها وانا زي ما ذكرت قبل الاغاني الثوريه ان احنا ذكرنا فيها قلنا الانتفاضه في 64 و85 و2019 بس انا في حته صغيره داير اقولها نحن دائما بنحدث تغيير في الانظمه ولكن ما بنغير واقعنا نحن وده صحيح. مهم جدا وده صحيح. الاخطر لأن أنا ممكن أغير النظام وما أغير الواقع صحيح التجربة دي مرنا بها سنة 64 صحيح. غيرنا النظام ما غيرنا الواقع جينا 85 غيرنا النظام ما غيرنا الواقع الآن غيرنا النظام ما أقدر أقول ما غيرنا الواقع لأنه لسه على الحكم صعب شوية لسه تغيير لكن مستمر. نقول له تغيير مستمر وإنه يكون في تغيير واقعي للحياة ذاته في السودان يعني صحيح. أنت ما تغير النظام صحيح. وتجيف لازم تغير الإيقاع بتاع السودان ذاته ما في إيقاع إيقاع سريع جدا لازم تواكب الإيقاع تحصل تغيير شكراً شامل شكرا جميلا نعم. الأستاذ وليد مصطفى باحث في الأغنية السودانية شكرا لحضورك شكرا لهذا الحب الكبير لهذا السودان وشكرا لهذه المحبة محبة الأوطان اللي بالتأكيد بندعو لها من خلال يعني الانتماء للوطن حب الوطن التربية الوطنية الاهتمام بالتغيير تعمير السودان في كل المجالات المختلفة وإحنا دائما بنقول إنه ثوراتنا لابد أن يتوفر فيها الوعي التام والكامل ولما نقول ثورة ثورة وعي نقصد إنه يكون في وعي تام وتكون في مجايلة ما بين الآباء وما بين الأبناء لرعاية شأن هذا السودان شكرا للتيم العامل على أمر هذه الحلقة شكرا لكل مشاهدينا رفقاء هذه الحلقة من ظلال الأصيل التي خصصت للاحتفاء بأعياد الاستغلال المجيدة كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد وبشريات لأيام جميلة ومختلفة ينعم بها كل الشعب السوداني في كل مكان داخل وخارج ربوع الوطن الحبيب في أمان الله دائما كونوا بخير وكنت في تقديم هذه الحلقة من عبد الهادي كونوا بخير.